ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم ادهم جمعه وحلقه الجواز، حلقتي المفضله في الاسبوع. بس قبل ما نبتدي انا عايز اوريكم حاجه طلعت لي امبارح من واحده من الاوبجكتيفز بتاعت اوزيل. طبعا ده فريق لعبت بيه الويكند الليج اللي فات، بس في تعديل بسيط لان فاران طلع لي امبارح انتريدبل. انتوا مش فاهمين انا احتفلت ازاي. الكرسي ده كان هناك والدراع ده مش عارف راح فين، اللي هي باك معفنه وانا مش واخد بالي وماشي كده اللي هو جت كده لوحديها. فانا متفائل ومتفائل النهارده ومش زعلان لاي حاجه. طلعوا لي اي حاجه انا راضي، لان انا يعني خلاص يعني جالي فران الاسبوع ده، شكرا مش عايز حاجه تاني. انا خلصت رانك 2 ديفيجن 5 كان بفكر اخد انتريدبل التريدبل النهارده، بس لا خلينا في الانتريدبل لان انا اللي كنت بفكر فيه على اساس ان حظي حلو طالع حد بيعه، بس لا يعني خلينا نجمعهم عشان الاس بي سيز وعشان نفتح باكس كتيره مع بعض. طبعا انا مش محتاج اوريكم فريق الاسبوع، انا خلصت جول 2 زي ما انتم عارفين. طبعا مش محتاج اوريكم فريق الاسبوع هو ما فيش غير اتنين، انا مش عايز اقول اسمهم عشان ما نحسش الدنيا، بس هم اتنين. اي واحد فيهم ولا واحد فيهم برضو رضا، احنا ايه زي الفل. على الاقل اتنين وحشين دول نروح نرميهم في تحدي الترقيه بتاع لعيبه الويكند ليج، فمش مش مش فرق. 45,000 باكو خشوا في النادي. طب يعني ممكن كارلوس فيلا لو مفيش الاتنين اللي في بالي، يعني اي حاجه والله العظيم انا راضي. بسم الله ماشي راضي. بيوليسيتش ولا تشيلول؟ حاسس تشيلول للاس بي سيز احسن، لان يعني مفيش زيه في المكان ده كتير، انما بيوليسيتش يعني ليه بدايل. تاني واحده. اوه فابينيو! يس ليفربول الحمر بتوع انا، هما بيحبوني. يس هي فابينيو الدبابة بنفسه. اهلا بيك في الفريق يا دبابة، خش على النادي حبيب قلبي. حلو قوي، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للحلقة، شكرا كده احنا مش عايزين حاجة. حلو قوي مش عارف ده انا هفور ام الفريق دلوقتي، انا بفكر في 500 حاجة بقى. تيجوا نفكس بقى ونظبط الفريق دلوقتي. طيب احنا معانا رير جولد التعبانة نفتحها، معانا 250K 2 ميجا و2 رير ميجا. احنا مش عايزين اي حاجة، احنا راضيين بكل اللي طلع لنا، مش اعتراض. يا عم ميكي، ايه يا عم ميكي؟ خشوا النادي. بقول لك ايه، انا عندي منك كتير قوي، اتكل على الله. انا هعمل حاجه مختلفه، انا هبتدي بال 50K، هبتدي باللي هي المفروض يعني نسبيا احسن، ونشوف هيحصل فيها. ماشي. شاشات اسبانيا سي الاسطوره. طلع لنا ايكون يا جماعه، طلع لنا ايكون. مش قادر ابص لك وانت 83 كده، بس يعني كلها سنتين ويبقى عندك كارت ايكون ومش هيطلع لي ابدا يعني. اوه ايه بجد؟ يا ريتني خدت التريدبل. ايه ده، خسوس وفردي مره واحده كده؟ اهلا بيكم. يا سلام منورين، انا عارف ان انت عندي انتريدبل. لا انت تريدبل. حلو قوي، بدايه جميله. نوم رايحين لواحده ميجا وبعد كده واحده رير ميجا وبعد كده نعيد اللفه تاني. تشكيله بقى انت وحركات بقى انت فاهمين. ماشي، ده انفورم اسباني رايت وينج الليست. بيريز، ايوزي بيريز انفورم. حلو قوي. الحاجات دي كلها بس اس بي سي عدله تنزل مثلا بالنيدر بلاير اوف ذا مانث ولا صلاح بلاير اوف ذا مانث. ايه الحلاوه دي؟
انفورم ونستعمل اللعيبه دي، بس ادونا فرصه بقى نستعملهم بقى. والكلام ده كله عندي انتريدبل يعني، الكلاب كله لعيبه كويسه انتريدبل، خلونا بقى نخلص منهم بقى. تعالوا انتوا روحوا انتوا الكويك سيل. فابينيو الرير ميجا، الرير ميجا. شاشات رايت باك. طيب 85 من اولمبيك ليونيل ليون اولمبيك ليون. اوكي حلو احنا راضيين قوي. نرجع بقى اللفه من اولها. باك امه 50,000 هيطلع لنا منها. ماشي وكاوت ازرق، ده مش معناه ان هو حد فوق ال 87. فرنساوي سي بي. اوه لوكاس هرنانديز اللي هو عندي منه الانتريدبل العادي، حلو قوي. لو نزل تحدي تشامبيونز ليج هبقى ليه عزه جامده. حلو قوي لوكاس هرنانديز التشامبيونز ليج. ما تحمسش مع الوقت عشان قلت لكم مش لازم تبقى فوق ال 86. وفعلا حلو قوي شكله، حتى بص برستيج كده وهو ازرق، برستيجه عالي قوي. حضرتك ليه ما طلعتليش وانت وانس تو واتش ما دام انا عمال اجمعك انت وكيمبمبي؟ انتوا كلكم انتريدبل حضرتك يعني؟ فعش كده يا جماعه. ماشي ميجا 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 ورير ميجا بسم الله. هوبا 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 هوبا. شاشات رايت باك بقى سي دي ام ويليام كارفاليو. ماشي معانا اخر باك، هل هيطلع لنا منها حاجه تريدبل كويسه؟ والله لو في نصيب هيطلع، ما فيش نصيب خلاص احنا راضيين قوي 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 باللي طلع لنا ونقول الحمد لله. ماشي انفورم بلجيكا حارس، ماشي حارس تعبان لكن احنا راضيين كده. في حد تاني مستخبي؟ لا. اوه انفورم تاني، انفورمين، وده كان طلع لي في تو رير، فده حلو قوي الكلام ده. لا شغل عالي الصراحه، شغل عالي قوي. هو انتوا فاكرين انا خلصت كده؟ لا لسه اكونت هم على ال فتحناه الاسبوع اللي فات، بس الايه اتقلبت. هو بقى جاب سيلفر 1 وانا اللي جبت جولد 2. ف يعني سيلفر 1 شفت منه مبابي، فهو مبابي فابينيو اي حاجه من الشباب دي هيبقى 100 الصراحه يعني. ف تعالوا نفتح، مش عايزين نرغي كتير، خش في الموضوع. مفيش مبابي طبعا، ناخد انكولو عشان هو اعلى ريتنج ولحد ما دوري مقبول. على طول احنا كده نخش في الحاجه، على طول ناخد ديفيجن رايفلز، ناخد الانتريدبل. استاذ اسماعيل بيقول لنا ناخد الانتريدبل ونسمع كلام استاذ اسماعيل. رانك 2 ديفيجن رايفلز متخاذل، فين رانك 1 ديفيجن 5؟ الله اسماعيل عيل ديفيجن 5 اللي عيل يا استاذ اسماعيل. لا احنا ظلمناك يا استاذ اسماعيل بس مجهد شويه فمش قادر يتكلم يا جماعه. اسماعيل ده اسطوره والله العظيم، شوفوا هيطلع له النهارده 2 وقت، بلاش 2 وقت اقولها لكم. وادي اول باك، ودي شاشات بس مش ووك اوت. اسباني اوبا اوه 85 رودري، وده تريدبل، يبقى ده كلام كبير، كلام جميل. حط يا باشا في الترانسفير ليست الشباب التورير، تخش النادي والشباب دي نملك وكسل نحطها في الترانسفير ليست. حاضر يا استاذ اسماعيل، الاسطوره لما يقول حاجه لازم نسمعها. عندنا 3 ميجا و 250 كي، يلا هوبا
ميجا 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 شاشات شاشات بس شاشات اونلي. يخرب بيت اسبانيا يا عم بارترا يا عم بارترا. المفروض يلغوا علم اسبانيا ده من الووك اوت ومن الشاشات، محدش عايز حد منهم حاجه، حتى دخيا بقى رخيص. فلو سمحت يا علم اسبانيا مش عايزينك الا لو انت ايكون مثلا، وحتى الايكونز اللي فيه كويسين قليلين. فيا ريت علم اسبانيا، مقاطعه علم اسبانيا، نرجو مقاطعه علم اسبانيا. شاشات و ووك اوت الاولاني بتاع النهارده لوندوسكي عاشزني يا كلب، ما تخضنيش تاني. انت مش ووك اوت ونلغي طبعا مع علم اسبانيا تشيزني ونسيب علم بولندا بلوندوسكي، او ممكن نشيل علم بولندا كله عادي ما فيهاش حاجه. احنا هنشيل كل الووك اوتس الحلقه دي تقريبا. روديجير وتشيزني انتريدبل، كويس كويس ان هو مش حلقه مش الباكت تريدبل ده، عشان هو اساسا يعني لعيب معفن. الاثنين انتريدبل، نعمل لهم كويك سيل كده، ناقص ووك اوت تاني. يبقى انا كنت ايه كلامي مظبوط. طب نفتح واحده 50 كي ونرجع للميجا ونعمل 50 كي، ده النظام الجديد. هو ده تركيبه الحظ. ماشي دي ما فيهاش حاجه. 50 كي باك بتطلع لنا ريتنج 82، حاجه حزينه ما اكذبش عليكم. اتنين زرق طبعا. بتبص لو طب ها اعمل بيهم ايه؟ بس انا بقول لكم ان هيبقى في تحديات قدام هتطلب اللعيبه الزرقاء دي. وادي الميجا قبل الاخير باك، قبل الاخير اللي هي ميجا باك. هل هبقى عند حسن كلامي ويبقى التاني ووك اوت انفورم فقط؟ الحارس الحارس حفظنا تيم اوف ذا ويك جابرييل تقريبا. ده كان بيلعب في ميلان مش متاكد، بس ده كان بيلعب في ميلان زمان. ورمزي حلو. اوه يورجن كلوب، يورجن كلوب طبعا هو اسماعيل بيشجع مانشستر يونايتد فهيبقى عايز يعمل له كويك سيل، لكن انا مش هعمل كده. احسن تيشيرت في اللعبه السنه دي. بس اخر باك 50 كي. انا ابص وانا هدي الدراع لاسماعيل اللي هو يدوس كده من على الجنب. ويا على راي مهدي يا ربي يا هادي، ها تعويذه مهدي هتشتغل. ماشي شاشات بس. يا قلنا مش عايزين اسبانيا. ييه وادي ريال بيتيس اللي واخدين توكيلها في الباكات دي. يا عم شكرا، ما تجيش ما تجوش، خلوا الباك ناقصه لعيب اصلا مش فارقه. يا شوف الزرق ابو السلام. روبرتو، روبرتو ده حبيب فالفيردي ده. طب يا جماعه طلعت ووك اوت واحده، انا توقعت ان هم يبقوا اتنين الصراحه، بس ما مشيتش. بس يعني ما فيش زعل ولا حاجه. يعني كنت اتمنى ان اطلع اسماعيل حاجه احسن، بس هو صراحه خلص سيلفر 1 فهو يعني ده اخره. طيب يا جماعه ده وضع الفريق دلوقتي بعد الجوائز. فجاه عايز احط فابينيو يبقى الاساسي، بس في حاجه بتخليني احب الان. الدفاع بتاعه عنده الانترسبشنز وديفند اللي هم الحاجات الديفنسيف كلها عاليه قوي، كلهم فوق 86. والدريبلنج عنده حته البالانس والاجيلتي عاليه جدا، بتفرق لي قوي وانا بلعب. وسريع. فابينيو حلو جدا في الدفاع، كل حاجه برضو فوق 86 يعتبر تمام. واقوى من جسمه اكبر من الان، بس مشكلتي معاه انه بطيء والبالانس والاجيلتي في التكييف. فمش عارف لو انا حطيته، وانا لو حطيته كده ميرتنز ما مش بيلينك مع حد فهيبقى من غير كيمستري. فمش عارف يعني اظبطها ازاي، اعمل ايه عشان الدنيا تمشي. وهضطر كده اقلبها خلاص، اشيل ميرتنز ده بيعه، وهضطر اجيب مهاجم من الدوري الانجليزي، وانا جايب كده كده سون ومش شايف ان في حد تاني كويس. يعني مش عايز لاكازيت مثلا، واسمه ايه ده، وماني وصلاح وينجات، فممكن اجيبهم على 7 كيمستري بقى. مش عارف بفكر اعمل كده. فمش عارف، قولوا لي رايكم في الكومنتات اعمل ايه في الفريق، اجيب مين واظبطها ازاي. كده كده خطط والتكتيك زي اللي قلت عليهم في الفيديو اللي فات. وبس.
انا يعني مش عارف اقول لكم مبسوط ازاي. انتريدبل انتريدبل انا مهم انا بلعب بيه وانبسط، وهيقضي لي الغرض لفتره معينه لحد ما ايه الواحد يجيب اللعيبه الايكونز التقيله وكل الكلام ده. ما علينا، مش هطول عليكم اكتر من كده. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير للحلقه. ما تنسوش تعملوا لي فولو على تويتر وانستجرام وفيسبوك. وقبل ما اقفل خالص، شكرا جدا 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 على 10,000 سبسكرايبر. بجد 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 انا ما عنديش كلام يوصف فرحتي باللي انا وصلت للرقم ده، وقد ايه انا ممتن لكل واحد فيكم ان هو ساعدني ان انا اوصل للمرحله دي. وان شاء الله يعني بدعمكم، ال 10 دول يبقوا 20 و50 و100 ومليون ان شاء الله، يعني ما فيش اخر الموضوع ده ان شاء الله. وبس، فمش عارف اشكركم ازاي. كان معاكم ادهم جمعه، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.